إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها هي نسائم الخير قد هبت، وها هي نفحات الرحمات قد أقبلت، ها هو شهر رمضان قد أقبل بما فيه من الخير واليمن والبركات. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه: جاءكم شهر رمضان قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. عباد الله، إن إدراك شهر رمضان من أفضل النعم التي يمتن الله بها على عباده، يضاعف في شهر رمضان الأجور والحسنات. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيا عبد الله، يا من وفقه الله ويسر له بلوغ شهر رمضان، الله الله بالجد والعمل، الله الله بالجد والاجتهاد، الله الله بالبذل والعمل، فإن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن من يتحصل على هذه الأجور هو من نفض عنه غبار الغفلة، وترك عنه رداء النوم، وكان مقبلاً على ربه يجد ويجتهد في العمل. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لرمضان قبل دخوله، فكان يصوم شعبان إلا قليلا، فإذا دخل رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حتى إذا دخلت العشر، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وقالت: إذا دخلت العشر جد واجتهد وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. هكذا يكون الاستعداد لاغتنام هذه الأيام، يكون عباد الله بالتفكر في الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، يحرص على اغتنام هذه الليالي والأيام
بالأعمال الصالحة التي يتأكد فضلها في رمضان. والله سبحانه حين نادانا بنداء إلهي بصفة الإيمان وبين لنا الغاية من صيام رمضان قائلا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي حتى يورث التقوى في القلوب. قال بعدها: أياما معدودات، يقللها في أعيننا حتى نحرص على اغتنامها لئلا تفوت كما فاتت في أعوام مضت. والله بالجد والاجتهاد أن يتهيأ المرء ويستعد لاغتنام هذه الأيام والليالي ومن هذه الأعمال العظيمة التي يتأكد فضلها في رمضان قراءة القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله سبحانه قال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان في كل عام مرة، حتى كان في العام الذي قبض فيه عليه صلواته وسلامه دارسه جبريل القرآن مرتين. فالله بقراءة القرآن، كيف لا وقراءة حرف بعشر حسنات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فالله بالحرص على قراءة القرآن وعلى ختمه وعلى تدبره وعلى العمل بما جاء فيه، فهذا دأب الصالحين من قبلكم، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يجد ويجتهد بالأخذ بالقرآن والعمل به وبتمعن آياته ومعانيه حتى يكون نافعا له بإذن الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه وكفاه، وهي خير زاد تزود به المسافرون إلى الله. فاتقوا الله عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، أعمال عظيمة جليلة يتأكد فضلها في رمضان، مثل قراءة القرآن، ومثل ما يكون من الإكثار من ذكر الله سبحانه، فهو أي الذكر لله تعالى من أعظم العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ومن هذه الأعمال ما يكون من تفطير الصائمين، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا.
وأيضا من هذه الأعمال العظيمة القيام، فإن القيام هو دأب الصالحين، والقيام هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تتورم قدماه. قال بعض أهل العلم عند هذا الحديث: إن لذة المناجاة أنسته ألم المعاناة. وهكذا كان أصحابه وكان الصالحون من بعدهم يحرصون على إحياء ليالي رمضان بالقيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن هذه الأعمال العظيمة الصدقة، فإن المرء يكون في ظل صدقته يوم القيامة. ومنها أيضا الدعاء، فإن الله سبحانه ذكر الدعاء في ثنايا آيات الصيام بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وأردفها بآية أخرى: أياما معدودات، ثم في الآية التي تليها: شهر رمضان، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وللصائم دعوة لا ترد. فالله الله بالجد والاجتهاد. ومن هذه الأعمال العظيمة أن يعتمر المرء في رمضان، فإنها تعدل حجة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: تعدل حجة معي. لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه لقي امرأة يقال لها أم سنان، فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، أي زوجها، كان لنا ناضحان، أي لنا بعيران، حج على أحدهما ونسقي على الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقال في رواية: أو حجة معي. فالله الله بالجد والاجتهاد. عباد الله، إدراك رمضان نعمة عظيمة تكون سبباً في غفران الذنوب ومحو السيئات وإدراك الفضائل وسبق الأوائل. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان أسلما من بني بلي من قطاعة، استشهد أحدهما قبل الآخر بسنة. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: فأريت الجنة، أي في المنام، وأريت المؤخر منهما، أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك. قال: فأصبحت فذكرت ذلك أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يصم بعده رمضان وصلى لله 6000 ركعة، أو قال كذا وكذا ركعة صلاة السنة. فإن إدراك شهر رمضان يكون سببا في إدراك هذه الفضائل. فالله الله عباد الله، بالتهيؤ لمثل هذا الشهر والجد والاجتهاد في اغتنام أيامه ولياليه، بل ساعاته ودقائقه وثوانيه، فلنكن فيه من العاملين، من الجادين، والحذر الحذر من قطاع الطريق ومن لصوص الأوقات الذين يضيعون أوقاتنا بما لا ينفعنا. فكونوا عباد الله من الأذكياء العقلاء الذين يحرصون على أوقاتهم حتى يكونوا في رمضان من المعتقين المقبولين. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بأمر المؤمنين به، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء: أبي بكر الصديق، وعمر الفاروق، وذي النورين عثمان، وأبي السبطين علي، وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا شهر رمضان،
اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات، واجعلنا فيه من المقبولين المعتقين من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تراصوا، حاذوا بالمناكب والأقدام، وسدوا الفرج، ثم الصفوف، الأول في الأول. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.